اهلا وسهلا بيكم، حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة مكرونة سهلة وسريعة وبسيطة وكلكم بتحبوها، هي الفريدو. الفريدو هو الصوص نفسه اسمه الفريدو. الفريدو المكونات بتاعته اكتبوها: نص كيلو من الكريمة، معلقتين من الدقيق، معلقتين معلقة زبدة، وملح وفلفل أبيض، والجبنة. دوت صوص الالفريدو. اسلق المكرونة زي ما تحب، نص سوا ولا تكمل سواها زي ما تحب، وتحط عليها صوص الالفريدو، وما تنسوش الجبنة. ألف هنا وشفا.